بالفعل نحن مركزون جيدا، المجموعة متفاهمة فيما بينها. عاينا المباراة الماضية لتصحيح الأخطاء، ولقد أتينا إلى هنا من أجل تحقيق الفوز والتأهل. نعم، بالفعل الفريق يتطور من يوم لآخر، هنالك مزيج بين الشباب وأصحاب الخبرة، هذا جيد من أجل الفريق. نحن نتطور رفقة المدرب، المباريات تتشابه جميعا، ندرك أن اللعب خارج الديار صعب ونحاول التحضير جيدا من أجل الفوز في هذا اللقاء. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.